حيت الجمهور المغربي كيشوف بنادم ما فشوش ميديا كيتفرج اي لا غندير البطاطا اليوم غندير خيزو. لا حنا بغينا نعرفوا واش مورا خيزو اللفت. فين ساكنه ماماك؟ كريتي مع الدريات ساكنين بوحدهم؟ انا ما عارفكش كش كديري مورايا. الله اللي عالم دبري راسك، انا ما بقيتش محسوب عليا طلقت. مشاهدين ومتابعين قناة أشواق تي في، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الخاص بجانب ديالي مصطفى أو الملقب بإكشوان، كلكم كتعرفوه. اليوم حلقة وفيديو جديد خطير، فيه بزاف الحاجات ربما ما كنتوش كتنتظروها. كنقول لكم كملوا الفيديو حتى الآخر، لأن غادي تعرفوا معنا شي حوايج اليوم حصريا على قناتكم أشواق من اللسان ديال مصطفى خويا الملقب إكشوان. السلام عليكم. شرف لي نطلع في إذاعة مصداقية، تحية للمغاربة كاملين داخل الوطن وخارج الوطن. اللي بغيت الناس تعرف هو إكشوان إكنوان قلبه بيض، كيقول لي في قلبه كيخرج لي في قلبه. اليوم بغيت المغاربة كلهم يعرفوا بأن إكشوان إكنوان ما كنتش باغي نبقى نطلع في الصحافة، وعيطوا لي منابر إعلامية وبغيتش نطلع فيها، ولكن شي تحية لك وتحية الناس ديال الأشواق. شكرا بزاف. اللي بغيت نقول لك اليوم أختي، وأنا ما بغيتش نهضر ولكن اضطريت نهضر، وقعوا شي مشاكل اضطريت نهضر. واش أنا ما بغيتش نقول هاد الكلمة كنحشم نقولها، واحد السيدة كانت معايا بخير وعلى خير، ما كان خصنا والو، كانت عايشة بخير وعلى خير. أمك لاحت كنتي عندك 3 شهور في الحمام باقا صغيرة، في كانت امك شحال هادي ملي كنتي اختي خارجه الزنقه فيك كنتي، في كانت امك دابا ما كاريه مع صحاباتها، كارين دار مع صحاباتها. مي دونك نتي وليتي كتقولي يا مصطفى مشي نشوف ماما، قلت لك سيري خذي راحتك. ياسر من وليتي كتمشي تشوفي ماماك، انا صله الرحم ما نقطعوهاش حشومه، من وليتي كتمشي تشوفي ماماك، ماماك طرحت عليك واحد السؤال، قالت لك انا قريت هادشي منين انت مشيتي كريتي فين ساكنه ماماك، كريتي مع الدريات ساكنين بوحدهم، انا ما عارفكش كش كديري مورايا. الله اللي عالم دبري راسك، انا ما بقيتش محسوب عليا طلقت. اذا اليوم كتقول للمغاربه انك طلقتي انت وايا؟ وي طلقت انايا. غادي تصدموا من بعد. ماشي غنصدم المغاربه، وانما كاين اللي غيجي منا وكاين اللي غيجي مني، ولكن انا عندي الناس كيحبوني وعارفيني. كنشوفوكم كوبل زوين وصبرتوا وكافحتوا حتى وصلتوا لداك الشيء اللي وصلتوا. انا اللي كافحت وانا اللي صبرت، وما باغيش نقول شي هضره حيت الا قلتها غنتسمى خايب، حيت شركات معايا الدم وبزاف الحوايج، الا قلت شي هضره غنتسمى خايب. اما الا قلت شي هضره بحال الا قلتي شي بالون غادي فرقعات وشي طوموبيله تسمعي بوعق. ما بغيتش نقول شي هضره ولكن غنضطر نقولها، ماشي اليوم في الحلقه معاك انت، حيت انا غنبقى نهضر في هذه الاذاعه، حيت انت ماشي مذيعه، انت اختي، بيناتنا صداقه واخوه. اللي بغيت نقول لك اليوم ونقول للجمهور المغربي اليوم بان انا ما منيش الفوتيف. علاش آية مني كنتي اختي عايشين انا وياك بوحدنا، عايشين بوحدنا، ما كانوا لا مشاكل، كنتي كتسمعي شي مشاكل؟ ما كانوش المشاكل، بالعكس كنتو كتبانوا بحال جوج، داك جوج عصفورات ديال الحب. انا درت لهم شي حاجه، درت لهم شي حاجه ما كايناش، درت لهم ميريكان عزي مع دريه بالقاب، انت زوين وانت انا راه انت زوين وانا يعني عز الله والبيض نصر الله، الله يحفظك. يعني بجوج بحال بحال، يعني اللي بغيت نقول لك بغيت نقول بالعكس، هي ملي دارت الزيف زادت حلات ولات زوينه. شكون اللي دار لها الزيف؟ احنا ماشي غنقولوا شكون اللي دار لها الزيف، المهم ربي اللي دار لها الزيف ماشي انا، ربي. انا كنت انا من اللي متبعيكم، من اللي متبعينكم كنشوفوكم انكم عايشين ببساطه وصبرتوا، واخا بعض المرات كنت كتوصل فيكم العظم بقيتوا مكملين اونصوم. كنا كنشوفوكم واحد الكوبل اللي زوين، الحب كنشوفوا الحب خارج، وكتضحكوا وكتضحك معاها دوك المقاليب، كنشوفك بحال باغي تبكي اخويا مصطفى. شي باغي نبكي ما
كنتي كتبغيها؟ ما نو ما جمعتناش قصه حب. قصه حب ما جمعتناش. انا نقدت دريه من الزنقه ونقد الله ماشي انا، وانما ما جمعتناش قصه حب. كيكون واحد الحاجه سميتها الولف. انت ولفتيني عشتي معايا عارف شي قلبي كيدير وحنين واللي بغيتيها كنقول لك ها هي، واخا كدير شي حوايج خير. حيت الناس دابا بغيتهم يعرفوا، كيشوفوا بنادم، كيشوفوا اليوتيوبرز الناس مشاهيره في الكاميرا، وشوفوهم مورا الكاميرا كيديرين عباد الله. تماما. شوفوهم مورا الكاميرا كيديرين عباد الله. شوفوهم كيعايشين مورا الكاميرا. المغاربه لان بزاف الناس كيتفتنوا بهذاك السوشيال ميديا وبهذاك. لا لا لا. الناس انا دابا راه كنهضر معاك بخير مصطفى كيداير خوتي المغاربه، ولكن مورا الكاميرا اش كندير؟ راه كاين اللي كيبان لك ظريف قدام الكاميرا، ولكن مورا الكاميرا راه انسان اخر. خصك تسول اللي عايش معاه هو اللي عارفه. دابا ايا فين هي؟ ايا ما نقدرش نقول لك، سمحي لي على كاينه حلقه اخرى غنقول فيها كل شيء. انا باقي معاك كنوعدك بالله الواد العواشر. كنوعد الناس اللي كيشوفوا فينا. كنوعد الناس اللي كيشوفوا فيا باقي حلقات في هذه الاذاعه، باقي الجزء الاول والثاني والثالث والرابع، نقدروا نديروا حتى 10 الاجزاء. المهم نقولوا فيهم كلمه الحق. يعني اللي بغيت نقول هذه الرساله لماماش ايه، لماماها ماماها اللي يلاه بانت فيك شي شحال هذه كريتي لها مع الدريات وخلات تعيش يعني صافي طلقتو ومشات كرات بوحدها. كرات بوحدها. اش بغيتيني نمشي نقلب عليها انا ونبدا نقلب وا ما شفتوش ايه وا ايه وا. لا لا يعقل. ولكن ما ضركش خاطرك؟ علاش غيضرني خاطرك؟ ما بقاش فيا الحال. والعشرة دوزتو شي حاجة بنتي؟ دوزنا العشرة، ولكن اللي كينسى العشرة ما كيبقاش فيك الحال على قبله. حنا ما غاديش نقولوا اليوم كلشي، حنا غادي نوقفوا هنا، نخليو الناس من بعد باش نشرحوا اليوم. عارفين الظروف ديالك وعارفين داكشي اللي كتمر به. شكرا لانك تقاسمتي معنا الهموم ديالك خويا مصطفى. حنا ما تنقلبوش على البوز ولا تنقلبوا على هذا، ولكن انما حنا من الناس اللي ما عندناش مع البوز. تماما. حنا من الناس. بغيت غير نقول واحد النقطه بان مصطفى او اللي كيعرفوا باكس وان انني كنشوفه في السوشيال ميديا، ولكن ملي تلاقيته هو انسان اخر. يعني ابار من الكاميرا هو انسان اخر. يعني عفوي بزاف. قلبي هو اللي خرج عليا. قلبي هو اللي خرج عليا. ان شاء الله حنا غنتبعوا معك القصه باش تعاود علينا اون ديتاي بشويه بشويه باش نفهموا. حيت انا بغيت ندير معك بركه ان شاء الله في الاول ديال رمضان باذن الله، النهار الاول ديال رمضان غنديروا بريكه زوينه ياك، وغادي نهضروا فيها وغادي نعجب الجمهور المغربي. علاش؟ غادي نقول شي حوايج ما عرفهمش الجمهور المغربي وربما يقدر يستافد. لا ما غيستافدش، غيتصدم الا قلت شي حوايج. غيتصدم الجمهور المغربي حيت الجمهور المغربي كيشوف بنادم ما فيهوش ميديا كيتفرج اي لا لا غندير البطاطا اليوم غندير خيزو. لا حنا بغينا نعرفوا واش مورا خزو لفت. تمام. فهمتيني اختي ولا لا؟ انا اللومه كامله كنلوم ما اللي انت كريتي لبنتك. اش باغا تسمصري فيها؟ باغا تسمصري في بنتك؟ يلا بنت لك بنتك بغيتي تسمصري فيها دابا ولا شنو؟ شو بتقول اليوم الايه؟ اليوم اللي بغيت نقول الايه وهو اختي ما غنقول لك حتى شي كلمه خايبه، كامل احتراماتي ليك حيت دوزنا واحد العشره زوينه، ولكن كاين الله فوق منا خلى الشاب نصرو راهم كاين النمل. كيما درنا العرس الاول نديرو الثاني، نديرو الثالث، نديرو الرابع، نديرو الخامس. كاينين بنات الناس، حيت الناس والجمهور كيقول لك ايا بنت الناس، راها بنت الناس، ولكن كون كانت بنت الناس راه ما غاديرش هذا الشيء، ما غاديرش بحال هكا. ما غادي نعرفوا شنو هو هذا الشيء. ما غاديش تبعي امك وتخلي مصطفى اللي غامر معاك، ولكن نتوما الجمهور غادي يعرف هادشي. والجمهور انا عندي اليقين مصطفى اكس وان هذا غادي تصدموا في الحلقه اللي مورا هذيك، غتصدموا صدمه كبيره ان شاء الله. شكرا لك خويا مصطفى. شكرا لكم متابعينا، كنوعدكم بالجديد قريبا جدا. تبعونا. كانت معكم مريم فسحي، خلف الكاميرا اشرف عوينه، لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.